طلبا للنجدة، وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإيراني ويشتكي من مخدرات الأسد. ولإرضاء الإيرانيين النظام يعطيهم مزيدا من حقول النفط في البوكمال ردا على ما أخذه الروس. جولة جديدة ما تبقى، حياكم الله. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني حسين أمير أزمة تهريب المخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة. هذا الخبر من فئة المضحكات المبكيات، مضحك ممكن هذا الخبر. الأردن تجتمع مع إيران من أجل ماذا؟ من أجل إيقاف الكبتاغون من سوريا. صدق أو لا تصدق، النظام الأردني هو من أوصل نفسه إلى هذه الحال. هو الآن من الأساس تكلموا مع الإيرانيين. أنتم الآن وزير الخارجية الأردني يقول لوزير الخارجية الإيراني أرجوك يكفيك بتاغون. حبيبنا وزير الخارجية الأردني، أنت الآن تجلس مع المعلم الأكبر، مع باشا بشوات الكبتاغون في العصر الحديث، مع آلهة الكبتاغون في العصر الحديث. أنت تجلس كبتاغونيوس، آلهة الكبتاغون عند الفرس القدماء والفرس الحدثاء، تجلس مع المنبع وتقول له أرجوك يكفي كبتاغون من سوريا. أي ذل وصغار، هذا هو الصغار. إذا لم يكن هذا هو الصغار فماذا يكون؟ ثم ماذا؟ هل سوف تستجيب إيران؟ وهذه المليارات هذه تدرها التجارة ليس فقط على لجيب الأسد ومهر الأسد، لجيب الحرس الثوري الإيراني. هؤلاء الحجاج هؤلاء الذين يملؤون سوريا، يزرعون سوريا طولا وعرضا، هؤلاء كلهم يتجرون في الكبتاغون. هذه الوجوه والسحن الأفغانية والباكستانية، كل هذه السحن من أين سوف تدفع رواتبها؟ من تجارة الكبتاغون. هؤلاء الذين هذه الميليشيات العابرة للجغرافيا كلها من أموال الكبتاغون. وأنتم النظام الأردني كنتم أمناء جدا كي تصل هذه السحن إلى الحدود الأردنية السورية. أنتم في النظام الأردني أدخلتم كل زنات الليل إلى سوريا، والآن سحبتم خناجركم وتنافختم شرفا. الآن نعم، حمى الله طبعا الشعب الأردني،
الشعب الأردني أهل الأردن نحن منهم وهم منا، لكن هذا الحال الذي وصل إليه الأردن هو تحت بند يداك أو كتا وفوك نفخ، التعبير الحرفي عن هذا المثل العربي الشهير. لا تنسى واذكر سبيل من هلك، ستسلك المسلك الذي سلك، كل الهالكين هذا هو سبيلهم. لا تنسى واذكر سبيل من هلك، ستسلك المسلك الذي سلك. هذا الكلام يجب أن يكون جديرا بفهمه النظام الأردني. هكذا البعض يقول الآن على صراخكم وبدأ بكاؤكم، الكلام للنظام الأردني. حسنا فلتبكوا، ربما في البكاء يا راحة. هذا الفرزدق، أعتقد الفرزدق قال ذات يوم إن في البكاء لراحة، بها يشتفي من ظن أن لا تلاقي. فلتبكوا إن في البكاء لراحة، بها يشتفي من ظن أن لا تلاقي. أنتم النظام الأردني هو من أجلس هذه الأفاعي وهذه العقارب على حدودي على حدودكم، أنتم لا أحد غيركم. طبعا أنتم مفصل صغير ضمن لا شك يعني منظومة دولية هي التي ساهمت في إرجاع الأسد إلى الحدود الجنوبية، لكن كان هناك دور مؤثر جدا للمخابرات الأردنية في كسر ظهر معارضي الأسد وإرجاع الأسد هو إلى الحدود، هو وصحبه الإيرانيون. ثم ماذا؟ كبتاغون ولا شيء غير الكبتاغون. سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق يقول والله الإيرانيون حاقدون علينا ويريدون ابتزازنا ولديهم عقدة من الأردن. صحيح الإيرانيون عينهم على المجتمع الأردني، لديهم يعني عداء تاريخي مع المجتمع الأردني. المجتمع الأردني هذه أكاذيب الممانعة والمقاومة وكل هذا الهراء المدوي يعني ليس لها سوق في الأردن. لها بعض أصحاب الرؤوس المربعة من أتباع الممانعة والمقاومة وكل هذا الهراء، لكن الكثرة الكاثرة في هذه الأرض لا يمكن أن تبيع لها هذه الأكاذيب وهذه الخرافات، لا يمكن. شرقي النهر عصي ليس كغيره، شرقي النهر عصي، والأدلة على ذلك كثير. يعني عندما ذهبوا الإيرانيين بدأوا يروجون لمسألة السياحة الدينية في مقام جعفر الطيار في جنوب الأردن في الكرك، وبدأ الإيرانيون بحركاتهم هذه، وقال لك السياحة الدينية وجعفر الطيار منا ونحن منه. ردة فعل المجتمع الأردني كانت ردة قوية وعنيفة، لذلك الإيرانيون يرون أن هذا المجتمع الأردني عصي عليهم فعلا. ما الحل؟ حطموهم بالكبتاغون. طبعا الأردن هو دولة ممر ليس مقر للمخدرات، لكن يتساقط الكبتاغون في الأردن، يتساقط لا شك بذلك. ثم هو السؤال من يتلقى هذا الكبتاغون من سوريا في الأردن؟ يذهب هكذا للهواء؟ لا، هناك أيد قوية تلتقطه. الآن على صراخ وبكاء النظام الأردني. الآن نعم بعد كل ما فعله من خدمات، بعد كل ما فعله النظام الأردني لمحور الممانعة، ليس فقط من أجل كسر ظهر معارضي الأسد في درعا، لا، أيضا هو من قاد أصل حملة تأهيل بشار الأسد عربيا. النظام الأردني هو النظام الأردني. أيام ذهب الملك الأردني إلى واشنطن وقال في جيبي ورقة للحل في سوريا، تأهيل رسمي للنظام السوري. ثم ماذا؟ هذه هي النتيجة، كبتاغون ولا شيء إلا الكبتاغون، لا شيء إلا الكبتاغون. وزير الخارجية الأردني يقول يعني قال نحن نبحث مسألة هذه 2254 وخطوة مقابل خطوة، ولكن نبحث المخدرات. هذا كله كلام على الهامش، الحقيقة هي المخدرات. الجماعة في الأردن يذهبون الآن إلى المنبع. أرجوكم أيها الإيرانيون أوقفوا الكبتاغون. لا، قال والله هذا أيمن الصفدي، قال نحن نطور العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
مع الإيرانيين؟ هذه هي الشواهد. انظر انظر، ألم يأتك نبأ العراقيين والسوريين والخليجيين؟ حسن الجوار، ألم يأتكم نبأ قوم نوح وعاد وثمود؟ ألم يأتكم؟ وآخرين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ألم يأتكم نبأهم؟ ألم يأتكم؟ لم يأتكم. نعم، قال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يعني كيف يقول النظام الأردني هذا الكلام؟ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على مبدأ حسن الجوار. حسن الجوار، أين حسن الجوار؟ يعني إلا إذا كنتم تعترفوا أن هذه الأرض في درعها هي أرض إيرانية، أين هذا حسن الجوار؟ البعض يقول عزيزي النظام الأردني أو عزيزي جلالة الملك، دعك من هذه اللقاءات وحسن الجوار وكل هذا الكلام، كل هذا الكلام الدبلوماسي المرتب المنمق ثقيل الدم، دعك منه. هؤلاء الإيرانيون، البعض يقول لك هذا الكلام، هؤلاء الإيرانيون وإن أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، لن يتبعوا قبلتك. هؤلاء الإيرانيون مكروا ومكرهم لتزول منه الجبال. هؤلاء من أجلستهم على حدودك، هؤلاء هم من أجلستهم على حدودك، هؤلاء وإن أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك. هل تريد أن تتبع قبلتهم من بعد ما جاءك من العلم في سوريا والعراق واليمن؟ إنك إذن لمن الظالمين، هكذا البعض يقول لك. انظر انظر بعينيك وسترى. انظر، تطلب من الإيرانيين أن يوقفوا الكبتاغون من مناطق النظام؟ يعني أنت تطلب الدبسة من أمعاء النمس؟ هكذا الوضع أصبح. فقلت لها إن البكاء لراحة، نعم هذا الفرزدق، فقلت لها إن البكاء لراحة بها يشتفي من ظن أن لا تلاقي، قفي ودعينا هنيت. تصغير جميل هذا، من صغر هندن إلى هنيت، أعطاها قيمة أكثر، لكن بعض التصغيرات الآن في الزمان الحديث ليست مناسبة وليس الآن وقتها تحديدا في الأردن. ماذا سوف تفعل؟ أنت تتجرع ماء الصديد الإيراني حرفيا، أدري بك ويدري بك الآخرون، النظام الأردني الآن يتجرع ماء الصديد الإيراني، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، والكبتاغون يأتيه من كل جانب. ما الحل؟ ما الحل؟ الكبتاغون وصل إلى حدود الهذيان، ما الحل؟ لا حلول، هكذا البعض يرى. الجماعة في النظام الأردني، كل هذه اللقاءات سوف يعني تذهب أدراج الرياح، لا حل. الكبتاغون مستمر ولا شيء آخر إلا الكبتاغون. هناك حل واحد فقط تتحدث عنه الآن صحافتكم، هو بعمل ما عسكري على الجنوب برعاية أمريكية وبدعم إسرائيلي وبتمويل سعودي. غير هذا الحل، اسمحوا لي ولغيره أعزائنا في النظام الأردني أن نبشركم أن هذه الأرض سوف تمتلئ بالكبتاغون وشحنات تلو شحنات، قابلوا من شئتم. وقال لك حسن الجوار وعدم التدخل، أيا يكن أفعلوا ما شئتم، ليس إلا هذا الحل. وأيضا هناك معلومة إضافية، حتى لو أراد بشار الأسد إيقاف الكبتاغون، حتى لو أراد هو لن يستطيع، حتى لو أراد هو لن يستطيع. هذه مسألة الكبتاغون هي الشبكة، داخل فيها كل ما يسمى بمحور الممانعة، كل محور الممانعة يتجر بالكبتاغون، وهم عندما يتجرون بالكبتاغون يتجرون لحاجة مالية، لكن أيضا يتجرون لغايات عقدية. هؤلاء قوم حاقدون يريدون تدمير كل هذه المجتمعات العربية بالكبتاغون. انظروا للمجتمع العراقي،
وهذا المجتمع السوري، المجتمع اليمني، المجتمع اللبناني، الآن أتى دوركم من الأردن ومن ثم باتجاه الخليج العربي. هؤلاء يريدون تدميركم بالكبتاغون، وأنتم من أجلستموهم على الحدود، والآن هذه هي النتيجة. ما الحل؟ لا حل، لا حل، ولن يرجع الإيرانيون عن هذا الأمر، لن يرجع، لن يرجعوا. وإذا أراد الأسد، إذا أراد، فغير مسموح له. وأصلا السيد الرئيس يتفسح في الصين، الرجل أخذ العائلة الكريمة وغير متفرغ الآن. يعني أنتم تشتكون من الكبتاغون وصدعكم الكبتاغون، الرجل غير متفرغ، الرجل الآن يجول في معابد بوذية في الصين ويطلع على ثقافة البوذية. رأيتموه صحيح؟ رأيتموه. طيب ذهبتم إلى الإيرانيين، حسنا، ماذا بعد؟ لا شيء، لا شيء. أمامكم هذا الحل، أمامكم أن تنفتحوا على السويداء، أمامكم أن تنفتحوا على درعا بعد كل ما فعلتموه في درعا، لكن ما زال هذا الخيار متوفر. ما دون ذلك الأرض والسماء سوف تمتلئ بالكبتاغون في الأردن. يتابع تلفزيون سوريا الملف السري المسرب من قبل مجموعة الهكرز الإيرانية انتفاضة حتى الإطاحة المقربة من منظمة مجاهدي خلق. يتابع في سلسلة كاشفة تولى تلفزيون سوريا مسؤولية ترجمتها ونشرها على ثلاثة أجزاء. أولا الكشف عن العقود الإيرانية الموقعة مع النظام في مجال الاستثمار النفطي داخل البلوكين 21 و12 في حمص والبوكماد. ثانيا المتابعات والإجراءات الإيرانية والعقبات. ثالثا مقدار الإنتاج المنجز منذ عام 2020 حتى الشهرين الأولين في عام 2023. مستمرين في فئة الأخبار المضحكات المبكيات. الحقيقة هذا هو الوضع في سوريا، يعني هذه هي الأخبار، مضحكات مبكيات. ولو كان المتنبي الآن لقال ما لم يقله في كافور الإخشيدي. هذه انتفاضة حتى الإطاحة، هذه مجموعة هاكرز. نقلنا هنا أكثر من تسريب أو اختراق لهذه المجموعة مقربة من مريم الرجوي، نعم هي تتبع لمجاهدي خلق، لكن تسريباتها فيها قدر عال وكبير جدا من الصحف، خاصة فيما يتعلق بديون النظام الإيراني على بشار الأسد. وهي
أصلا تحدثت عن أن إيران ما عادت أو النظام ما عاد قادرا على الدفع للإيرانيين من أجل سداد الديون، فبالتالي بدأ يمنحهم الأصول، وهذا ما اعترفوا به مهرداد علنا وقال لك نحن أخذنا أراض من النظام السوري يعني مقابل الديون. طيب الآن تسريب جديد، هناك ما يسمى بالبلوكات النفطية. البلوكات النفطية هي مساحات يعني من ضمنها مجموعة حقول. الحديث عن البلوك 21 هذا في حمص، والبلوك 12 في البوكمال في دير الزور. النظام أعطى الإيرانيين البلوك 12 في الميادين في البوكمال في دير الزور. قال لك لماذا النظام أعطاه للإيرانيين؟ لأن الإيرانيين تضايقوا. لماذا؟ لأن النظام أعطى أغزر حقول أو حقول البلوك 21 في حمص للروس. هذا هو الحال. أتى الروس أخذوا حقلا غزيرا في البلوك 21 في حمص. غضب الإيرانيون، قال لهم الإيرانيون، قال النظام على رسلكم حنانيكم أعطوهم البلوك 12 في البوكمال، هل أنتم راضون؟ على رأي إخواننا المصريين كده تعشت يعني كده رضا، كده رضا. وهكذا وهكذا دوليك دوليك تمضي هذه الحياة في سوريا. هل سمع أحد ما أن بلدا ما على كوكب ما يحدث فيه هذا الذي يحدث؟ سيد الرئيس أين؟ في الصين. في الصين يعني ما هو حق، ما هو حق، ما هذا البلد الذي يحكمه؟ ما هذه الأحداث المؤلمة؟ غرائبيات عجائبيات. نفسها هذه انتفاضة حتى الإطاحة، هذه مجموعة الهاكرز قبل فترة قالت أيضا، سربت إيميلات في وزارة الخارجية الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أو استخبارات الحرس تطالب الدولة الإيرانية بالحد من نفوذ إيران وتركيا اقتصاديا في سوريا. هم يقولون أنه يعني حصتنا من السوق السوري ما زالت ضعيفة، الحصة الأكبر للأتراك ومن ثم الإماراتيين، ويقول يعني نحن الإيرانيون يجب أن تزداد حصتنا السوق حصتنا السوقية في سوريا. إيران تتعامل يعني القارئ لهذه الوثائق وغيرها يستخلص أن إيران تتعامل مع سوريا بوصفها فعلا ليس حتى محافظة إيرانية، حارة 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 إيرانية، أقل بكثير من محافظة، حارة إيرانية يعني تريد أن تفعل بها كل شيء، هي وهي التي تتحدث بالنيابة عن الأسد، تحدثت مع الأتراك بالنيابة عنه، وحتى في مسألة الكبتاغون تحدثت مع الأردنيين بالنيابة عنه. السيد الرئيس أين هو؟ في الصين. ماذا يفعل؟ يطلع على الثقافة البوذية. ونعم أيضا هناك مشكلة الآن في شرق سوريا، الحقيقة يعني تنافس شديد الآن يحدث في شرق سوريا. لماذا؟ لأن الفوسفات كانت تحت سيطرة فاغنر، وفاغنر خرجت، من سوف يأتي مكان فاغنر؟ الحرس الثوري عينه على حقول فاغنر، لكن هذا الأمر سوف يغضب الدولة الروسية، وموسكو تدفع النظام كي يدخل إلى هذه الحقول، لكن هذه الحقول بها مشكلة، صحاري شاسعة والدواعش يعني في الليل، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار الدواعش. لكن الحرس الثوري عينه على الفوسفات، الفوسفات يعني ثروة هائلة هذه في البادية قريب من تدمر، أخذها الروس، الآن الإيرانيون يريدون الاستيلاء على الفوسفات. ريثما يستولوا على الفوسفات هم بدأوا يأخذوا أكثر فأكثر من النفط. نعم هذا ما يحدث. طيب والأشقاء في جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية ما وضعهم؟ ما ترتيبهم؟ البعض يرى أنه السيد الرئيس وهو يتفسح ويطلع على الثقافة البوذية مشكورا، هو والسيدة زوجته والعائلة الكريمة طبعا، أتى إسماعيل قاني إلى شرق سوريا وقال لك الإعلام الإيراني قال والله أجرى مناورات بالذخيرة الحية مع قوات سورية لم نرها، وما هي هذه القوات؟ لا نعلم أين هي. قال لماذا؟ لمواجهة الانفلات الأمني. طيب أين هذا الانفلات الأمني؟ هكذا نصا في سوريا. السيد الرئيس يطلع على الثقافة البوذية مشكورا، وإسماعيل قاني يجري مناورات بالذخيرة الحية في شرق سوريا من أجل مواجهة الانفلات الأمني. أي أيها الصينيون الأشقاء الصينيون، إذا وكأن الإيرانيين يريدون القول هكذا، يعني هكذا البعض يرى،
إذا أقنعكم السيد الرئيس، إذا وفكرتم بالمجيء إلى سوريا للاستثمار فنحن بوابتكم، البوابة الإيرانية. غير ذلك الأمور فيها انفلات أمني، ونحن يعني هذه مناورات بالذخيرة الحية لمواجهة الانفلات الأمني. هذا هو الحال، وهذا حظ سوريا، هذا حظنا في هذه الحياة أن نرى هذه السحن الإيرانية. وطبعا صور إسماعيل قاآني وهو يعني وهو يضع يده على يعني وجنات مقاتليه، الحقيقة يعني من أين هذه السحن؟ وماذا يفعل هؤلاء في سوريا؟ هذه يعني هذه سكين غرزت في كبدنا نحن السوريين. تهامة، تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، مع توقيت جديد في أمان الله.